دور إدارة كرة القدم والعين الخبيرة اللي موجودة عندنا في إدارة كرة القدم بتشوف اللعيب اللي النادي الأهلي بيستفيد منه وبيبقى موجود، زي مثلا ما اتكلمنا عن محمد شريف، زي ما اتكلمنا عن أكرم توفيق، زي ما اتكلمنا عن أحمد ياسر ريان، زي ما اتكلمنا عن أحمد عبد القادر وكل هؤلاء اللاعبين. أمير، بص يا كابتن اسلام، احنا عندنا في كره القدم لجنه تخطيط بالتنسيق مع كابتن الخطيب. الناس شغاله بشكل منظم جدا وكل حاجه ليها وقتها. نعم. احنا في وقت من الاوقات ممكن يكون مثلا بعض الاصوات بتقول ان احنا محتاجين ان احنا نشتغل مثلا في لعيب معين. لا، الاداره بتكون عارفه ان احنا اللعيب ده توقيته في وقت تاني مش دلوقتي. فكل حاجه ليها نظام. احنا انا مره ومرات من فترة كبيرة قلت احنا الويندو الجاي النادي الاهلي عارف هو عايز ايه، الويندو اللي بعده الاهلي عارف هو عايز ايه. فالنادي الاهلي يعني اللجنة والكابتن خطيب مع الجهاز الفني كل حاجة واضحة من بدري. احنا النهاردة الحمد لله احنا اعلنا على 5 صفقات جمعهم قبل اصلا ما يفتح الاعداد، فاهم قصدي؟ فمعنى كده ان في شغل اوريدي متحضر من قبلها والنادي عارف هو عايز ايه. ففي نظام موجود في النادي عارف احتياجاته من بدري الحمد لله، واحنا لبينا مع كل احتياجاتنا في الصيف ده.